ماشي بالليل، ماشي ماشي، نصور معكم، نديرو السلام عليكم. متابعي قناة شوف تلفاز مبشر من مدينة سلا، بالضبط ديبو راس الماء. كنعرفو اليوم عندنا واحد الحالة ديال واحد الزوجة مريضة بمرض السرطان، الله يشافيها. كتنادي المحسنين باش يحاولوا يعاونوها، لان الزوج ديالها تخلى عليها من بعد ما مرضات هي وخلى لها ثلاثة الابناء. دابا كنحاولوا باش نجيو كنوصلوا المعاناة ديال الناس ديال سلا. دابا كنتمنى دابا حتى في حيت دابا هما كيديروا الترحال يرحلوهم الكريبو البنات، كما كنلاحظوا متابعي قناة شوف تليفات المباشر. الناس يعاونوا هاد السيدة لأن ما عندهاش فين تسكن، وكنتمنى من المحسنين خارج أو داخل أرض الوطن يحاولوا يعطيوها يد المساعدة ويعاونوها في التطبيب. كنتمنى نبقاو معانا باش نشوفو معاها. لا لا متوري تبع لا المشاكل اللي عندكم. السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته. خوتي وخواتي المغاربه، انا تنعاني، انا تنعاني واحد المرض سرطان عندي جزء اول من السرطان في عنقي وعندي حبوبه في الراس. كما قلت لكم انا تنعاني وتنعاني بزاف. هاد الناس تعداو عليا، هاد الناس ما عطاونيش رزقي، الناس ما عطاونيش حقي، عرفتيني انا ما طلبت شي حاجه، طلبت ربعات الحيطان فين ندير وليداتي. اولا عندي نص دوزي ليا، نص عطيه ليا في يدي صافي. هادشي اللي كنعرف انايا، انا مريضه، المعاناة ديالي تنعاني، انا تنعاني، حتى شي حد ما شاف فيا بغير الرحمه. انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت عرف هاد الحيطان لوليداتي، انا حاطه مع عند الناس. انا النعاس ما تيجينيش، انا ما عندي دواء من شعبان، ما درت كليش ومن شعبان ما كليت دواء. انا الدواء ما عنديش، ما عنديش باش نشري، ما عنديش باش نكري. هاد الناس عادوا يديروا معايا حل، ناس يديروا معايا حل. انا ولادي مش راضين، انا ولدي من السابعة خرجته باش يخدم عليا، على الاقل يجيب لي هذيك 50 درهم ونكمل انايا. كنبيع قريعة جافيل، كنبيع سني كروات، كنبيع تيتعاوني معايا الناس ياخذوا من عندي. واش هذاك هذيك قريعة جافيل وهذاك سميتو اي يديروا لي كليشيات، غيديروا لي شي حاجه. انا هاد الشي راه عاونوني فيهم غير ولاد الحوم، كلش ما كيعطيني، عاونوني في خوتي ولكن بزاف اللي عاونا تيعيا. وانا اللي دار شي خير الله يجزيه بخير، اي واحد دار شي دار فيا انا خير الله اللي غيجازيه، جبدو او ما جبدوش الله اللي غيجازيه، ماشي انا اللي غنجازيه. هو دار خير، دار خير مع الله ماشي ليا انا، باش يبقى يجبد الخير ويجبد داكشي اللي دار. وكل واحد راه عارف على من انا تنهضر. هاد القايد المقدم يعطيني انا حقي، بغيت حقي في يديا. هذاك المصيص قال لك هو تيدير 10 10، شنو غدير ليا ها 10؟ انا غنقسمها مع اختي، شنو غدير ليا الخمسة؟ انا ما عنديش، انا دابا ما عندي حتى شي حاجه، ما عرفتش الحل. الراجل يلاه مكافي مع ولادو الاخرين، مكافي مع عائلته وحده اخرى، انا شنو غندير؟ انا عندي ثلاثة د الولاد مش راضيه بيهم، انا ميمكنش ليا نمشي نلوحهم في الهاويه. انا تكرفست وتحدبت ودخل عليا الماء، ها هو شو طوبات باش وصل عليا الماء، ها هو في الارض. هزيت مشيت، بقى خويا اللي بقى في البراكه. من قدام لقيت يقولوا لي سيري عند شي محسن ولا شي هذا يهزك. انا لقيت محسن هز لي حويجاتي ووليداتي فين تنعسوا. انا مره كل مره نعس عند حد، هاد الناس اللي هزوني ما غيعياوش، الناس غيعياو، الناس اللي هزوني غادي يعيا، اي واحد تيعيا، اي واحد اللي عطاني غادي يعيا. انا مقدره اي واحد الله يجازيه بخير، اي واحد عطاني شي حاجه الله يجازيه بخير، الله اللي غيجازيه ماشي انا. انا عبد مدنب، وانا هاد المر ماشي تنشكي بيه او تنقول لا، الرحمن نزلها ليا الله سبحانه وتعالى، انا متقبلها
والموت ما تنشربش الدواء بغيت نموت، انا نحاول ننتحر. ولدي قال لي انا غننتحر في عمر 17 عام، تكرفست عليه تعذبت عليه وما نعرفش شنو توصلت لهذا اللاش. ربما يغدا ولا بعدا غدا يتبلى ليا، شكون اللي غيهز لي هاد البليه؟ نبيع الديطاي نعطيها يكمل نص ونبيع انا نص. هاد الناس هادشي اللي باغين، حشومة حرام، عيب عيب مواطنة مغربية تتعاني تبقى في الظروف. انا تنطلب منكم تعاونوني، انا مش هرمش دواء، انا كننتحر ببطء. من شعبان ما درت كليشي ومن شعبان ما دوزت، وهو الطبيب ديالي كاين، نقدروا نمشيو عنده نسولوه وقتاش ما مشيتش عنده، وتيقول لي هاد الحبوبه لا تحركت لك في راس ديالك ممكن تشلي ممكن تعمي. انا لا عميت فين غنخلي هاد وليدات الصغار، لا تشللت ممكن فين غنخلي وليدات الصغار. مازال لا مت اي يد تمد ليهم بالرحمه، اي واحد غيساعدهم واخا يعطيهم على خبيزه حرفيه ياكلوها. انا ما عرفتش شنو نقول لكم بصراحه، ما عرفتش. انا عييت، هكا تشوفوني تنطلب حقي، تشوفوني حقي ما وصلش ليا. انا بغيت حقي، انا ما بغيت حتى شي حاجه من الدنيا، انا بغيت غير واحد الحيطان من هاد الارض تعطيني شقيقه، اولا هما يبيعوا ويعطيوني يبيعوا واحد الثمن مناسب ويعطيوني باش ندير هاد ربعه الحيطان اللي الدراري. لا اله الا الله محمد رسول الله، السلام عليكم.